عليكم الناس كريري لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده البنات. جيت لكم اليوم واحد البريوش اللي كندير في الدار ما كيخطانيش غزال. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. المهم عندي هنايا البنات المقادير كالتالي، سهل البنات سهل جدا. عندي هنايا البنات الحليب دافئ، غادي نضيفو هنايا في الطانيو، وعندي هنايا ماء سخون دافئ ياك البنات، وغادي نضيف معلقه كبيره نتاع خميره نتاع العجين ياك البنات، وغادي نضيف 3 معلقات. عندي هنايا دقيق الفورص، غادي ندير 3 كبار معلقات نتاع دقيق الفورص، وهانتوما البنات غادي نخلط هاد العناصر كاملة. هانتوما البنات كيما كتشوفو غادي نخلط مزيان كيما كتشوفو. نقرب ليكم الكاميرا هكا، هانتوما البنات قربت لكم الكاميرا. غادي نخلط هاد العجينه البنات مزيان مزيان ما يتكورش ليا هاد الدقيق، وغادي نغطيها البنات كيما نخلط مزيان مزيان كيما كتشوفوا معايا. غادي نخلط مزيان تحريك مستمر، والبنات غادي نخليه شويه يرتاح. هاد المهمة البنات مهمة جدا، هكا البريوش ديالنا يخرج لكم زوين ومشفش. المهم هاد البنات غادي نغطيه، زيدي نخلطو شوية باش ما كنكبرش لكم الفيديو، وغادي نغطيه البنات بسولوفان، نغطيه بشي زيف مطبخ يكون نقي وصافي. غادي نخليه واحد 15 دقيقة 20 دقيقة على حسب الجو ديالكم عندكم. هنا عندي يعني البرد غادي نخليه شي 20 دقيقة هكاك. المهم تنشوف الخميرة على العجين خمر، وان شاء الله نمروا المقادير التاليه. خليكم معايا. هانتوما البنات رجعت لكم من بعد ما خمرات ليا العجينه ديالي، يعني كتشوفوها ثقيله كما كتشوفوا هنايا. هنايا غادي نضيف البنات، عندي هنايا قشور نتاع الحامض مبشوره، عندي هنايا كاس نتاع الزيت، تقدروا ديروا زبده ولا زيت هنايا. ايوا البنات عندي هنا درت للبنات بيضه، غادي نخلص وغادي ندير هنايا نص كاس نص دانون مسوس كما تكون تشوفوا عندي هنايا دانونه تغال، غادي ندير واحد شويه واحد نص هكا، وغادي نخلط العجين كامل حتى كيتخلط كامل. ونسيت ما قلت لكم درت قبيصه نتاع الملحه. ايوا صافي غادي نزيد الدقيق الفورص حتى ان شاء الله نكون العجينه ما تكونش ثقيله ما تكونش خفيفه ما تكونش ثقيله. غادي نضيف شويه بشويه، غادي نخلط نخلط نزيد الدقيق شويه بشويه حتى راح تلا على واحد العجينه هي اللي خفيفه. خليكم معايا البنات نخلط بشويه بشويه. عندي هنايا البنات كاس نتاع السكر على حسب الذوق، وصافي غادي نخلط العجينه ونزيد الدقيق حتى راح تلا على واحد العجينه اللي هي ما ثقيلاش. هانتوما البنات كما كتشوفوا العجينه هي تكون مرخوفه شويه، يعني تكون بحال هكا بحال المسكه البنات، عجنتها بيدي مزيان. دابا غادي ندهنها بشويه شويه الزيت، وعاد نقرصها مزيان يعني ندلكها حتى تجمع لي العجينه ونرجع لكم. خليكم معايا كيما كتشوفوا البنات هنايا عندي صافي كملت العجينه البنات، دلكتو درت دهنتو بشويه الزيت لسور وصافي دلكتو واحد شويه. دابا اش غادي ندير، غادي نغطيه وغادي نخليه يختمر نشوف كما قلت لكم في الاول على حسب الجو ديالكم نتوما، كاين الصاط كاين سخون دغيا كيخمر، الا كاين البرد دغيا شويه كيتعطل، يعني غادي نخليه حتى يطلع تشوفوا راه خمر بحال العجين عادي، وغادي نعطيه مزيان. الا كاين البرد انا عندي البرد واخا شي على السوفاج، ولكن كاين البرد غادي نعطيه مزيان، وغادي نخليه يختمر
ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم نختمر ونكملوا ان شاء الله. سلام عليكم. انتما البنات كما كتشوفوا معايا هنايا من بعد البنات مني درت العجينه ديالي تخمر تخمر ليا درت هنايا كريم باتيسير الا بغيتوا الطريقه كنظن كلشي كيعرف يصاوب كريم باتيسير. المهم صاوبتو الا بغيتوا الوصفه قولوا لي عندي لكم فيديو جاي ان شاء الله. عندي هنايا كريم باتيسير قسمته على جوج كما كتشوفوا. هذا غادي نخليه بيض وهذا غادي نديرو بشوكولاته نوار وشويه د كافي نسكافيه هكا باش يعطيني ديك النكهه زوينه. هنايا البنات كما كتشوفوا درت شويه نسكافي ودرت الشوكولاته المر. دابا غادي نخلص نحصل على واحد الكريم يكون كحل. انتما البنات كما كتشوفوا هذا كريم باتيسير درت ليه شوكولاته نوار مع شويه نسكافي. دابا غادي نخليوه يبرد. عندي هنايا كريم باتيسير بيض ديالي ما درت ليه والو غادي نخليه هكا وصافي غادي نخليه يبرد ما بين ما تخمر لي العجينه ونرجع لكم ان شاء الله. خليكم معايا بيزو. هانتوما البنات من بعد ما طيبها البريوش ديالنا كيف كيجي كيجي غزال البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوا يعجبكم هاد لا فيديو ولا عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش بارطاجيو مع الحبايب ديالكم الاصدقاء ديالكم باش تعملوا فائده. وما تنساوش ليا انا باللايكات لايكات لايكات باش يطلع للناس اخرين. وشكرا بزاف لهلا يخطيكم. وكما كتشوفوا هنايا في الفيديو البروج ديالي رائع فش فش كما كنقولوا حنا مغربيه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بالسلامه على الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.